أكيد كلنا فاكرين مرسي طبعا، لأن إذا كانت مصر اختارته أكيد اللحظة دي كلنا فاكرين فيها أن كان هذا الاختيار ربما لإنهاء زمن من التصورات الخاطئة والمعلومات المغلوطة. لكن خلينا نكون علميين في هذا الرصد التاريخي. أنا شخصيا أميل لتصديق أن هذا الفوز كان أمر مشكوك فيه حتى اللحظة في نزاهة الانتخابات. والحقيقة أن أنا وحضراتكم عارفين دلوقتي أن في تحقيق في النيابة، لكن بعد حكم المحكمة النهائي على محمد مرسي في قضية التخابر أصبح لدينا جميعا يقين بأن الانتخابات لم تكن سليمة، وأن شابها سوء نزاهة، وأن مصر لا تختار لتمثيلها إلا القائد اللي بيحميها مش يخونها. وخلونا نتذكر توقيت إعلان فوز محمد مرسي نص الليل وتهديد هيلاري كلينتون لإعادة الدولة مرة أخرى للحظة الانكسار والفوضى اللي مبارك تنازل علشان يحافظ عليها، فكان دور المجلس العسكري وقتها انه لازم يقبل. وعلشان كده مصر كلها اتحركت. ليه؟ لانه لم يستطع ان يكمل عامه الاول الا بشق الانفس. وبعد ما تركته مصر 3 شهور هو اللي سماها، لانه كان يعتقد انه رئيس مثله مثل الرئيس الامريكي اللي بيقلده واللي بيشغله، ولم يستطع أن يفي بأي عهد من العهود اللي قطعها مرسي على نفسه. وهنا مصر قررت على عكس رغبة المجتمع الدولي كله، لأنها الدولة القوية زي ما قلنا، إن هذا الرجل ليس ابن اللحظة الزمنية ولا يملك الصفات الشخصية لإدارة مشهد دولة عمرها أكثر من 10,000 عام. قول لمحمد كلم البيت، قول له كلم البيت عندي اللي انا هنكلم دلوقتي. اعتقد كلنا هنا فاكرين كلم ام احمد وصحيها، وان الجزيره اللي احنا فهمنا دلوقتي دورها، وده مش مغالطه ابدا ان احنا نقعد ونذاكر كل شيء، لازم ناخد بالنا. والحقيقه خلوني اقول لحضراتكم انه من يقبل بما تكلفه مصر يخوض التجربه ويحقق ما يظهر قوه مصر التي يريدها يعني شعبها. علشان كده لازم ناخد بالنا، لو قلنا ان الالباني محمد علي قبل الدور اللي مصر كلفته بيه فاطلق مصر الحديثه، فمصر قبلته وقبلت نسله اللي نسيوا ان هم اتراك وقرروا ان هم اولاد البلد دي. بينما محمد مرسي بتاع الخلافه والشخصيه المهزوزه اللي ما كانش بيملك قراره، مصر ما كانتش ممكن تقبل ان يكون استبن هو القائد، لانه لا يملك هذه الصفات.